فالعلاقة جد متينة وقوية وحاضرة بين الطرفين، بين طرف السخرية وطرف سفك الدم، لأن البنية واحدة، البنية التي تشعر أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، أنا وفقط، نحن وفقط، أهلا بنا وداعا لكم، أنا أفوز أنت تخسر، أنا واحد أنت صفر، مباراة صفرية كما تقول نظرية الألعاب الجيم ثيري، نحن نفوز أنتم تخسرون، نحن كل شيء أنتم لا شيء، نحن نحضر أنتم تغيبون. منطق مخيف مرعب. لذلك إخواني وأخواتي، حين يقال إن التسامح ليس مجرد فضيلة، أكبر من ضرورة، لكن ما هو أهم أن يقال إن التسامح يشكل الحد الأدنى وليس الحد الأمثلي، ليس الحد الأقصى والأعلى، الحد الأدنى، المينيموم، أقل شيء ينبغي أيها الإخوة أن نؤكد عليه هو التسامح، أقل شيء، الحد الأدنى، لأنه بدون هذا الحد الأدنى تدخل المجتمعات في فوضى، في احتراب، في تنافٍ، في تناسخ، ينسخ بعضها بعضاً، ينفي بعضها بعضاً، يمسح بعضها بعضاً، الحد الأدنى هو التسامح. والعجيب إخواني وأخواتي، كلما تسامحنا فتحدثنا عن التسامح وششبنا التعصب بكل أشكاله ومبانيه وتمظهراته، الديني منه والثقافي والسياسي والأيديولوجي، وهذه المظاهر الأربعة الأشهر للتسامح وللتعصب طبعاً في المقابل، لأن التعصب كما قلنا لكم هو الضد النوعي للتسامح، هو الضد النوعي. كلما فعلنا هذا يأتيك من يعترض ومن يعلق ومن يريد أن يقيد وأن يحدد وأن يأتي بألف تحفظ، ويأتيك من يريد أن يشطب على كل الكلام ليقول لك: وهل أتسامح مع قاتل أبي؟ وهل أتسامح مع الذي يحتل وطني؟ وهل 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 وهل. ومن قال لك هذا؟ من أفهمك؟ هذا هو أصلاً غياب ثقافة التسامح. في ظل هذا الغياب أيها الإخوة، طبيعي جداً أن تجد جامعياً أو أكاديمياً لا يفهم ما هو التسامح، ويبدأ يقيد ويتنقد عليك كما يفعل مراهق غر لا يعرف شيئاً في دنيا الفكر والثقافة، فضلاً عن أن ينظر لكيف تعيش الجماعات والطوائف والمذهبيات والأحزاب في أمة مهددة بالطرد من الجغرافيا والتاريخ معاً كما يقال دائماً. هل أتسامح مع قاتل أبي؟ من قال لك أصلاً؟ هل هناك من قال على مستوى العالم أيها الإخوة من العالمين أن التسامح يعني شطب القوانين؟ أن المجتمع التسامح مجتمع بلا قوانين؟ أن المجتمع المتسامح مجتمع أيها الإخوة لا يعرف ترسيم وتحديد وترتيب عقوبات على الجرائم؟ من قال لك هذا؟ أتسامح مع قاتل أبي؟ شيء غريب، طريقة عجيبة في التفكير تحبطنا حقيقة، تشعر الإنسان بالإحباط. هذا مستوى شبابنا؟ هذا مستوى الجامعيين؟ هذا مستوى المفكرين الدارسين؟ تماماً. ككلما يعني في كل مرة تحدثنا فيها عن الحرية يأتيك بألف تحفظ، لأنه في الحقيقة لا يريد أن ينظر للحرية، هو مستمتع بالعبودية. الحرية ستأتي بكذا وكذا 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 وكذا. طبعاً كل شيء إخواني، هذه الدنيا ليست عالم التمحض ولا التجرد، ما فيها خير مطلق، ما فيها شر مطلق، ما فيها شيء مطلق. هذه الدنيا كل شيء له مزايا وله مثالب، له إيجابيات وله سلبيات، طبيعي. حتى الحرية وحتى التسامح، كل شيء، حتى التعصب له إيجابياته طبعا، كما قال دينورفال، التعصب له إيجابياته كما قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن سلبياته أعظم من إيجابياته مليون مرة، أليس كذلك؟ ليس هكذا تورد الأمور، ليس هكذا يدار عالم الفكر أو الأفكار إخواني وأخواتي. لا، التسامح لا يعني إلغاء القوانين. لذلك الآن هنا في الغرب، هذا الذي يعني يتحدث كثيرا عن التسامح، وبلا شك أصاب أقدارا هائلة من التسامح، بفضل هذا التسامح نعيش نحن هنا كمسلمين مرفوعي الرأس، نخطب ونؤذن ونكبر ونصلي، طبعا لم ننل ولا ينال أحد كل حقوقه، لأن هذه المجتمعات ليست مجتمعات مثالية، لم تغلق قوس التاريخ، لكن تنال أكثر مما تناله في بلدان عربية وإسلامية باسم الإسلام وباسم حتى أخوة العروبة، مش بس أخوة الدين، أخوة العروبة. لا تنال، لا تنال ربما عشر ما تناله هنا، حتى العشر كثير، حتى العشر كثير. هذه حقيقة، هذه حقيقة. هنا يتحدثون
في مجتمعات التسامح أيها الإخوة، عيش التسامح والتنظير وفلسفة التسامح وأشكلة التسامح، يشكلون هم حتى على إيه؟ على مفهوم التسامح، يتحدثون عن التسامح المتعصب كهربرت ماركوزي، يقول لك هذا تسامح تعصبي. طبعاً حين لا تعطي الناس القدر الكافي من المعلومات، من الحقائق، من المعطيات، حين لا تمكن الجماهير والعامة من أن تصل إلى مصادر المعرفة ومصادر المعلومة، تسامحك هذا التسامح قمعي طبعاً، لأن هذه الجماهير في نهاية المطاف ستسير في اتجاه السلطة التي تخلق لها الرأي وتحدد لها اتجاه. يقول ماركوزي هذا تسامح قمعي، يؤشكل هذه الأشكلة، يؤشكل مفهوم التسامح. هذا شيء جيد جداً ونبيل ومتقدم، هذا متقدم فكرياً وثقافياً إخواني وأخواتي. يتحدثون عن زيرو تسامح، يقول لك إذا أشياء معينة هناك زيرو، صفر تسامح أو تسامح صفر. مثلاً إذا أخطف الأطفال ما في تسامح، زيرو. لا ينبغي لدولة على الإطلاق ولا جهاز أمن أن يتساهل، يقول لك تتسامح، تتسامح مع هؤلاء الوحوش، مع هؤلاء الغيلان الذين يخطفون الأطفال، يعدمونهم مستقبلهم أو مستقبلات من جهة التعبير، يدخلونهم في دائرة جهنمية من تجارة الجنس والمدع والفسق، شيء غريب، طلبا للنقود أيها الإخوة، طلبا للمال، طلبا للثراء الفاحش السريع، خطف النساء بالملايين. وطبعا هذه المرة نساء بيض، هذا الرقيق الأبيض مش الرقيق الأسود، بالملايين. خطف النساء، تجارة الأعضاء، تجارة الأعضاء، جرائم قتل مقننة يحدث هذا في الغرب الأوروبي والأمريكي. تسامح صفر يقول لك. وبعدين بدخلوا الإرهاب عاد، وهذه قصة كبيرة، قصة معقدة، لكن الإرهاب إذا اتفقنا على أن شيئا ما هو إرهاب حقيقي، التسامح صفر. ما في، ما في أن تنفذ برنامجك السياسي، تمارس ضغوطات سياسية بقتل مدنيين عزل، لا ذنب لهم، هذا هو الإرهاب الواقح القبيح، لا ينبغي أن يتسامح معه أحد تحت أي ذريعة. قتل وحجز أيها الإخوة، اختطاف مدنيين، أخذهم كأسرى، عزل لا علاقة لهم، لكي تفرض خيارك السياسي، هذا إرهاب بلا شك، هذا إرهاب باسم الدين، باسم الوطن، باسم أي شيء لا يعنيني، هذا إرهاب. التسامح معه صفر، الكل يتفق على هذا إخواني وأخواتي.